قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد نسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا. باب الثاني، فصل الثاني، فصل كذا صورة مني وحوينا أخلاقي أداب تكون صعب صنع طالب كلفتي كيسي يكون صعب صنع تحت، لكن هذا البداني حيكون صعب صنع هاي كيفية الطلب، كيفية الطلب والتلقي وفصل كلوات. فصل الثاني هذا هو فصل ثاني وفصل كلوات وأكمل فصل كان من أهم هذا من أهم الفصول في هذا الكتاب، فصلك مهم كأكمله هاي الموضوع أرضه وشيء موضوع قادرها من خبرني وبيش اللي قاعد منهجك منهجك لود تجي أرضه ما تعلمكوا حلوية قانا حلا قرنا يا سكول جماعة هاي سكول لذا وحليه منهج أفقه قال سيأوك يا رب سيلي يعني وكارب ماشي وعو باكر كذا ما عصب سرجي ما نتكلم بارب عين ملا تريتينا مكاسو عم ألف كلية كيفية الطلب والتلقي هو فصل كان فصل يعني كيفية الطلب حب كالوض علمي كالوض دونا يو لو طلب يو يو التلقي سير لو كل ما يعلم لو قارن ورسم منهج الطلب وضده قارن يعني كيفية الطلب أي طلب العلم الشرعي علم الشرعي هذا كله طلب يه يو التربية التربية العلمي من العلماء يعلم يقو علماء كل واقعنا كيف يتلقى الطالب الآداب والأخلاق ما في طالب كو علمي واقعنا علماء واقعنا ما في حولية هاي رحمة الله عليه كيفية الطلب أدب كقوات أدب كالإيترنات مخلوق كده جاي عنصر كغير الإيترنات من آداب الطلبة بانكوة باقان كذلك وكيفية الطلب ومراتبه حق علمي قال وضع البيع هي الدرجو يمكيس مراتب تقوليها مرتبة كلا قديسة بقوليها وفقها توصل لهين مراتب وصل لهين درجو يوصل لهين قلاسيال وصل لهين لأب الله يصل لهين كعلمي قال وضع البيع وحق الأرمية قفت أول مرة تي أوصل وضع أقصى، لكن أنا تهيسي ترى تروين مكاني، ترى تروح في فوهة، ما أقولي كرت ترى ترى أنت مدة كوار عقد سعدت، مدة شرع نقطة لبعض الناس سعدت صوت قال كلام، وأنا ترى ترى كذا كوسي كاسد صوت ما، مركا قفت أول مرة هي مراتب الطلب، مرحلة أخرى جلسة، أدونك وأقول دوين هاك مرحلة بوصل لهيك، لكن علماء إسلام مدوها ليس مهيئا يعني مراح شاسي تجربة ذي علمي والبقاء وعقلية المالفك أولية من لم يتقن الأصول حرم الوصول، هذه محوية وقاعدة ذهبية قاعدة ما أرسي ذهبية قاعدة ذهبية بس الذهبية بس ذهبية بالذال وقاعدة الذهبة باب كارمانة مكان الجوء علمي قال حق الوطن من لم يتقن قفك سبن الأصول أساس قفك سبن حرم وحلقه جيا الأصول كارتانك مولك يمكن وسيدة المطنة هاي حمود ومعاني ذلك يعني قفك هذا أساس قفك سبن كل واحد قارب منه ما أدى كستا أنا بدرات تبوري سيدي وأنا قرون كلا جاسوا لسنا سياق ما رتاي أبس لاتي مارت سرعة الإسلام كنا أساس وين ما مرة قفك أساس كواية مالك مجال كلاي وشيد اللي يصير مجال كلاي ما قاعد أسوي راح يحسا هذا بس كعادة وجهك تبغى برنس ما لم يدخل الأصول حر من الوصول ما هم كفى يسمي يصير سرعة الإسلام كوكلية يعني وجه إذا علمي شرعية حتى علمي المادية قاعدة وقاعدة كفايزين الوية من حرم
من لم يدخل قف كان سوينين الأصول أساسك إنه يحفظيه إنه يفهمه ضبط يقول حر ما وحى على حرم على أصول قالتاك إلى مبتغاه إلى هدفه إنه قال شيء ذو به ما شو صار هو رجع سلام في مكان ربنا قفكو إنه عارف شو بيه ومضوج يا شعب دونه يعني مو بسلام يا دونه يعني مو كذي مرنا كان قرآن مايو محايا لي سبع أسكع عقلوا وكيل يا قفك يقول أرضك أن عكت السارين يقول كذي عسل ويا هنا ما أرتى يقول كل قوة سعر الله هشوي يعني جيت قادوس صرت يسحوق يلا يعني ما هو مراه إلا ما في عقاد المكاري والنوع سوى كل بيا سوى كل عمل وهي هذا ولا بد قاعدة المكاري من فاتته الأصول حرم الوصول أصول شقف كواعي يا أساسكي وحال راح الروجيا الجالدان سوى كل علماء روحي إلى ذلك وقاعدة بتسوية إن المقر أساسك كسبيس كما قاسوا بسوء مثل ما هذا يدوني سوى أساسك يسوى بسوء سابت ما أتعلم أقول لا أسعد كل أسعد وعمل فأعتبر هذا دوني علم أساسك يسوء علم هو على تعلي علم حفظك تعلي ويا طبعا علم هو حلعيك الحماسة لنقش أو مارت حق الأبود حق الأبود حق الأبود كتاب كبوت كبوت كنجلو كنجلو هنا يعني علمه هو اللي واحد جاي يبغى مرقى وحكولي يعني من رام العلم جملة ذهب عنه جملة ومن رام العلم علم يقف كي ضربة جملة دماتيس قف كي ضربة ذهب عنه علم وهو هي جملة دماتيس وهو علم دون هذا ترى أصلاً أنا ما بقى فهمني لو حلا قال رواينا المات آير آير قعد يعني ما منهج كل عيد منهج قعد صلاة بصلاة وكودي آير أنت حارة بصلاة هي أنا من هيك اللي ودي شيء وساسو يا موف نمارت من بدي أسير دي بو مارت إلى كم صلاة مرقى عما صلاة مرة ولا إحساس كهلا في مسأيش أنا مارت مسأيش بدي أقول هذا كهلا يا موف لكن مع الله صلاة كودي تدور قديم كسر وقت تجربة في مارت قرآن كيف فهمين من رام بمعنى من طلب ويا من رام العلم علم يقفك دورا جملة جودها وهرب مرق وذكر وهرب مرق لقو دونها ذهب العلم علم هو يا وكتر عنه وسأحكي صبر علمي جملة جودها لما تسبوي وما تويني حيا لا يعلمك عير عير بارو الله قاه سأشعر نوع ويا ترى تروين وقرويا سيد أكتها وحوية معروف ما ضر هاش كلام من يسوع القرآن هذا يوم ما ضر ويجي شيء فأقول شو كسر زه لكن هذا عيار بوبوسات بعدين كسر زه عيار عيار بوبوسات وقيل وحاليه ازدحام العلم علم عيل ما تسكو عيل ديس وشم فنون لما أنت الأطقل مساهي في الصنع مقلك مظلة الفهم فهم كأيوم رمية نوبيتان كفار كويين أيضا هو مسألة مهمة كلا وما أنتم سأزعر زمية علمي يوم مكان البراية المها أتضع تخلى براية ما حان ما كان محاض مريس بما أدعو صبار مصاب بيريس لكن ما دوني كده نمر بمكويني سي ما تقول هو الرئيان أساسا عريا ما مرحلة كواد لكا تشبتين ما تقو أنا دي أنسا ما دوني يقان كبعد ما كان سدحات كان الله أصوار مصور كريم هذا ما كان شرطي كوكا لو عصبة لو بسوق لديه لكن هذه أدمارة تدام عضو علمي ورم هالمر مرت ووشو هو يبا محمد قاعد كده سوى مو ميسا بدوين بقول طوري الضبار أقوام بعض من أقوى نسا إذا بدوين تسلع ضبار من كده نسا بروين ما دوي كالوكا لبورا ما دوي سوكرة العسية حتى بريتان كوكا لبورا مير فوت سير وكا بلابا يبلا وفوت يلو بلابا تلا ما دوي كوكا لبورا ما دوي معجلة بس لنات كاس هذا هو تمارس المدينة كانوا وصف الله هي وأنا مسألة هي قانون هي في كل وقت رجع له بوي علم له بوي وراك مكان بلعب يوم هذا حكم بلعب ما سو قصار الصور صلاة هي ربع أبو بلعب ما تزعم ده غير واحد ربع غرق شو بلعب لكن والله صدق في عز حما سهلا ما لأنه أرض أبو صورة ده يرو قمين هذيب وكفر حيا ما تد وده بوري بوري بكده بوري كده لكن صورة البقرة يسمى صورة العجلة. حتى
ترد بلونه رو ها هو ما لسه مركا أنا وعيرت أنا وأقول أنا مفكوه يدير بس يجلس ها يدير بس يجلس مفكوه كلما ينتهي من صورة ويدخل صورة أخرى يعني سفر بسيط والله ما أدري ما أدري كيف كل ما أدري سيد تجي ما كنا زمان على حماس وقوي على الماء سدح صورة بصوت الأخبار صورة مين بغرابة ما أدري شو أسمه استا مرقى أردت أسوي حويا وأردت أقول أيه ازدحام العلم علم الأسكو عليا في السمع نقلك وش ووحف ربنا على تعالى كريمي ومظلة مظلة الفهم جرشلا بمتان كده فهمت يا كارومي لأنه حلو وش وحلو أنا أقول رهين وحاول أن أكلم الناس على قدر العقول فتكعب لي إذا ضرب الله المير وحباهين وحير عقل وقلبنا فسوكم عارف الكل بي شو عارف الكل بي سيد دابل وكلام سيد أفلع أكتير موكا الحمد لله مركا وانا وفق ما وقت اقدر ما اقول لك راي مركا اقول بدي علم معك اقول وصلنا لها بس كحيس وكسر هاي الوش مركا اقول بدي هذا دور قاعد ادمه ما كنت على هاي حاجة ما تربيه سلام انا الاساس كان مركا علم هو اساس لابو ان علم قولية هاي الدرجوه انك لا ما توقف من بمن ديبته وصل هم مرة وكلا بس ايش اعرف ان مارة اللي حدده بالله علمي على قرى مفق وهو يلي هاي كبار يسوق الرعب علمي درجتي سي أودي سنة في هذا السؤال بس إيش ما هو هذه أحد مهم كي يتعامل كلا دكتور هاي مراهش تروح لو دكتور أنا وصل ويا لو دكتور مراهش لو دكتور مفق ما تفضل يعني وعليه سياسة قوانين هذا وأنت سوق قاعدة عشان يعني وعليه وبناء على ما سبق ويا فلا بد واحد على كم مرتين من التأصيل علم ما كلا برأي إلا تأصيله تأصيل بحلوية قانا قاعدة سبن إنه قد السمارت بسأش تأصيل كلام الأصل أصل أبد إنه قد السمارت واحد كسر تأصيل بدارة المقدسة إنه قاعدة يلاهي أساس كانوا أفكارنا سامو عليس المقاط مكان دون العدينا وحبرنا وحوي مكورة أي أساس حب لا كسر دسينا مات بسأش مهم كأو أصل كأ مركز رتب حسابنا برتيد وكرة قفقة وإنه جد ورقة أنا ما رت طرب يعني حساب كل فرق جد بكرة حكم ويتعنوين هذا هو قوين هذا وحبار ما كان في حساب بشوف حساب لكن بك أساس كما أنا قاعدة اللي سوف أمس ما رت حسابها هو ما ورانا يعني مركز مكان حساب لكن بك وطوق قاعدة اللي سوف أصل يقان بسالك إذا بقى قاعدة اللي قان وقف إذا نسا مركز تعصير كبيوت إلى وصاص ويا شيء أصل قاعدة وقفة قاعدة اللي هاي قاعدة بروية تكلم وابورين يا مارت تعصير كذا لو أصل أصل النبي أساس يعني بعدين النبي هذا اللفظ العربي كان تعصير كاستعمال هذا زوجينا تعصير المسألة بس أنا أساس كذا كذا كذو لي زي أنا مارت أي خوف كبرتيد مارت وعقولي هاي فلا بد من التعصير قاعدة راسخة هي وقت تعصير أساس تانك لكل فن فن كسته فن يقيك أو من فنون العلم كمذا وتطلبها الدنيا سيد وإن المقرنسة أصل كيدي أساس كيدي أصل كها وإن المعطى كل استاء فن كستاء كل فن فن كستاء من فنون العلم وتطلبها الدنيا سيد مكا حقبوا تأسيس كل نقطة أساس مكا لا أن تأصير منه أما أن تأسيس منه أسمي التأصير وأصل عقلات كل سيد أما التأسيس أساس عقلات كل سيد حويا سيدي بين المقرنسة أصل كل شيء دور مسوي كوكاك ترى كو بحوية وبضبط أصلي علمي كان أصل كيس وإن أتحفظه كوب تدوية مثلا أصل كيس شيء كستبع أساس كيس قاعدة دي سوصل وإن أتكوب تدوية بضبط أصلي أصل الفن لا تخاني بضبط أصلي فلا بد من التعصيص فلا بد من التعصير والتعصيص لكل فن تطلبه بضبط أصلي بسواء ضبط أصلي إن أكون تعصير أصل كيسي فنك أصل كيس إن أدمارتي أدكو قبطت إيه ومختصره مختصر الفن فنك مارت كيسة كوبان أو قام المساء إيش كتبت عليه فنك أصلي مختصر بولي كتاب يربع أي اللي ألفه كتب لما مختصرات كتب لما مضولات طبعا لديني وضوي
كوران مارتا وكتب يديه كتب الوحي المدين نينك عندنا برغوين تقين ميرا اوه هرية دباش كبرت سوز عما معانا كوكو دباش كبرايو ترفاها كوكو برا مطلعي سوز عما كوكو ترفاها دباش كبرت وحوائي تسفع عنا حرف المقاطر حوائي بقى وصيد الكلام هذا ما درنا سهل الى مالك الوقيه برغويت اتكعي كريزة برغويت المالك مرة كتب فرنك استباح الوسم ايه كتب ير او مارت علماء وسع عقل يؤلفين وحال مختصر كوحال لي هي ما قل لفظه وكثر معناه يعني كتاب الفادس ويري هذا ولا بدور على قصده ولا بدور فيها لكن وبحاه ومركز ان ضربك بوح قف ما هو دور تير مرمى وحبس في الفرمة يعني مسلسل سود وحري مكان حركة يري يعني معناه ربع قضية مختصرات وشروط زي كمت أرد له ما قرر الله بدي ركارة وسكون دارين سكون نوغي مفهم يسا مختصر كاس وحفظنا هي أسايا قاعدة ونقونا يكتبها تعدال القمرين سايا قاعدة سيدا ما علمي الكلام وقرنا علمي كاستر عليا هي قاعدة وفق قاعدة سلاط وحن أقرأ دينا هي أقومت وحن أقرأ دينا هي وأقومت قاعدة هيك وفي سيدا لما نقول قاعدة كأقوق يعني أيوة أول ما كده أنا هي مرت سادرت إلى عدد علم المادة تجلس فن كسر تجلس وحد كنت ذا أشياء يعني قاعدة كيس أسرع كا هنا القبات المرت ها كنت ذا وقفت لي سادرت الكلام وحد كسر وحد مو كأنا بقاعدة وحكى وتفصيلات علم وقارن وهذا القضية سيدا لنا قارن بالقرون يا أساس كله مثل ما ذكر سيدا كا هذا أساس كده اللي قدر عليه مهم وملخصات كودرية كان هذا مختصر كواسرة ملخص كا درس ليا ترنس سوق لنا هذا كلامي مرجع كلية وبطبط أصله أصل كعلم جافن كاس أصل كيس وأنا القبطة يا مختصر اللي متك سوق جابي أمرت أطبط حفظ فهم يا مرت قرشه وعلى شيخ الشيخ دوشي سأقو آخر ساعة شيء خاص ومتخل مت صغير شيء يقام متخل مجيد أمين لا عرب عليه مثلك لكن أرض الكراء وأرض كل الداء حتى تقوى مكسي ولي لنا وزعمة ماذا لفتك سمارة بوسي أحد دوك واخر أما أنفهم مينين هذين أمرين بكسي ولينا هذين إن دلاء إن دلاء قامي حظ ما نسأل قعدت خبط مين دلاء أيام ترى مرة قعدت خبط يقول لابد ربي وسكر العين تصامع مركب وحلوب بهاي القفكة برايا معلم كروح برايا يعني إنه ما دلنا قوم اللي أردنا كنا عسير كرو جرين كرو فهمسين كرو تيدر وشرحي كرو ما في وإنه على شيخ المتقن هذا فهم علم اللي شرعي يعني قال لنا شيخ وهي قارنا شيخ مثلا متقن علماء يكون طلع متقن كذا بكت المام دورناه متقن أمين هذا رأيي يعني مثلا أبو يقام هذا نعلو أو آمي يا مارت هكا علم جبرتان كده من كرمزة رقاسو كلية لا بالتحصيل الذاتي وحده يعني لا تأخذها قاضل من علمك بالتحصيل الذاتي دلال أبيك أحد لفظي قاعد وحده وكل جيس اجتهاد الفرد هذا استرار مارت اسكت على بعض نعلو سكو كافتون باب طلبه ولو كنتون اصفي عن موضوع عن بهذا الدون لا تأخذ العلم عورانك إدارة من صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي علمك هكذا قابلني من وراك كبرتين طال عضي قرآن هكذا برمي من جامعة كحفظي وحما علي الله لك بوسطين لأنه قفك وذاب برنا بضبا تظامها أتو مصحفي هاي أتو صحفي ورقاتي كبرتي أنا الورد العلمي لأنه علمي تلقي لي هاي وفقون لي مركوا حولية لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي دلال عليه دلال كه تحصيل وانصح على شغل قر قاشر علمية ما أرتها قابلني بالتحصيل الذاتي وحده عليه دلال كه نفتي كليا صح معنا أرتاس التحصيل الذاتي وحده بليز واجتهاد الفردية ولذلك وحال أمها مع وحال إرادة وحال نظر إرادة رقي التجربية وبدل مرأي وحال إرادة من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من ثوابه
من صواري كان خاله أكثر من صواري قف في كتابك أو نقض هجيز كتاب كده أونلاين عبرتين معلن أونلاين قف كيسا كبر هذا التمارت أو أصيل لكن قف في عالم كقاطع علم قف في قانا كقاطع عارف قا فهذا هو بيكون فهذا إيه فهذا وين أبو فهذا هو محاكم ده مدرد كوسوق قابلنا سأنت الضالع عنه يسدو كود دالي يسدو مقرانا يسان سوى خبير مكهروب كاري سينا يمساسي في تعلمه بغفره رواعي عوامة كوسوق قابلنا دالك كوكارا يدوك كوكارا ما كوكارا ماني تكرف كفران بغا وحاويا وحقه بطاطق هذا نسرمك علم أتقام وقرن أنه صحيح بيان لكن أنا حتى أدأس كدالعاته وما ما يكاد هذا من الأول ترى مصانع ترى مجيدة تبقى نسرة نكا فإن في ربما بلاي أفكار ما تأدون كسر مجيدة علم مادي علم الدنيا علم الآخرة أما حلوم طبعا شرعي قابة يعني إذا كنت على عطا ما تشرت لأن أرانا يا أختار بأن أرانا يا وأنت إذا كنت على عطا مقتل لغادرك أبا ما أعطي روق على ما تشرت وأنه بصوت تربية لأن ما أعطي إنجينير أسكن مقرى أنت على عطا أرانا ما إنترنت كيتب جوجلي يعني أنت لا تكلم عن جد دلال كي يقولوا بعدي لكن أهلته دلال كريه كم صينا يبغى يحب عن تاي دلال وقعد كدرتي هذا رأينا عيد تراقب العلم أنا علماء أنا علم العلماء كقاطع يا ربعت وياي وعقولي ياي وآخرا الطلبة بتدرج وآخرا أضوق قاضنا يا حال كونك آخرا أضوق قاضنا يا الطلبة برا شرع عندك برايزي بالتدرج آير مارتي آير خطوة لا كم سلاس لا سوصو شيء تم سلاس وصح ما أنت أسبقوا عادي أيوه كده يا قرآن كنت المان تم سلاس وقت المان العلم يوم أنت آير آير لو قاطو ما أنت تلقي لنا لكم معدي ما أنت علمك دول دي بي دقل أقول روايات القرآن روايات المقدونة قال الله تعالى إليه وكبيره جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآن هذا نص بسند القرآن فعل أو فصل فعل كذا بياكل نص بينه وفرقنا القرآن قرآن كواكرا جيني واكرا صارني فرقناه ونكرا جيني ومدبر بنبي الوسود جنه عليه الصلاة والسلام ومنجم بأمراك سدح إلا باطن السلام الوسود دليه بحال لو كلا مارت أمراك مداس لو كلا بيجيو آير آير كنا محجم من الوسي وهي تفاريق بلوكا آير بلوكسي شيء نبي عليه الصلاة والسلام ولتقرأه إلى أخص القرآن على الناس الدلتة الدشوذة على مكثن على مهل سمر دقنانشاء سيفهم روحان ونزلناه وسودت القرآن كتنزيل سودت ما سودت إنه عير عير من سودت إنه سام صالحه القرآن بحر شريعة تعلم وهم الدنيا لا كرا القرآن كمهم رب سودت إنه لكن يا محكوع اللي سبحانه وتعالى القرآن إنه عير عير من سودت إنه لتقرأه على الناس على مكث يعني إن عير عير تلوحهم ما تحوي برا السنة وبرا ليا عير سودري وبرا ليا سد عديس كيف عمري هو يتمنى عيد بس سودري ولا هيثني ولا عمل فلاي تمنى كلا سودري ولا هيثني ولا عمل فلاي تمنى كلا سودري وعيد على عمل فلاي لكن هدي هالمر دم لسي رزين حاول مسكح لما ركوب كرب أقرعان فما أنا وقعت وكان عير علمي إن جرعة عير معلم روسيت وتفارق يعني هل عير تفارق هتكون بس حاول أي أسرع قوي هاي وأنا قرآن في مبدأ إيساس الله كان إلى سبحانه وتعالى وقرآن أبو الشيخ يقدر إلي فهمان وكرتاب ونزلنا بتنزيل وقال الله سبحانه وتعالى وقال تعالى إلى المحير وقال الذين كنوا إلى كفروا قالوا لولا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة لولا هل ما نزل لسودتي عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم ذو شيء القرآن القرآن كمحل وسود جم وهي القرآن كجملة واحدة حال وهي القرآن هل جملة أكلية هل مرة محل وسود جم القرآن سوى جملة أكلية كاس إياه كتب سبحانه وتعالى إلى هؤلاء هي كذلك
سيداس أن أسود جن القرآن سواء متفرق أو لا كلاجي أي عارق أبقى أسود جن أي أسود جن يو للمثبتة إن أسود ندرت هذا به بالقرآن القرآن فأدك قلبك هذا لنقوي به قلبك وين قلبي هذا ما نقول جن ورتلناه ترتيلا مركز الله سبحانه وتعالى وشجع جنوك وين تهاي إن نبي أن نغص وقلب جيسا لأنه مر على مر ونبي شبه الواقع مر كي مارت أي ظروف كتير ما ضبط قرآن وقلب جيسا وصدع داعي رسوله كلامه مركز الله يا ورتلناه وترتيلنا وكان لدينا ترتيلا كان لدينا عين عين ما قرأ لنا القرآن سوف الله حفظي عين عين بسود جي كان لدينا عين عين وكان بقوله إلا فهمه إلا حفظي سادة بالقرآن كجمال درت بقى آية آية كعلمي قال لك الله أخنا يا القرآن الله أخنا هي وحكى لنا هي خوف كأنه حوالي بقى اللي بيسو كنت دو أمر كاس إنتا وقدرنا يو حفظي وقد أمو إنك لو تيما وهل متر علم الوساس وحي وقال تعالى يا يوحو إلى الذين كو آتيناهم الكتاب كتاب كأنسينا قرآن كي يدونه قرآن كي أخنا يا حق تلاوة أخنيك في سحاق إلى يأخنا هي وعرب أنه كو إلى ترك القرآن كو حرى إن حقوضي سلسي وفهم إلا سيدي فهمتون هدي أو مارتا وصل يريرين إلا فهموا وعد كامسا الذين يتلون حق التلاوة كتلاوة رفضية هي تلاوة حكمية لبابا سودري يتلونه أي يتبعونه ولو فسرا وإن راعيا قراك حق تلاوة الراعيتان كيس حق زي راعيا هو يقول أقمع من المخاص يتلونه من التلاوة دي اللي يرادة أخرس اللي يرادة لفظ دي سيوية وكان لفظا ومعنى قلنا قرآنا وفرنيا أخرانا وفرنيا أنا تسمع أبا أنت هاي إنه آية آية القرآن كله سورة تجيو أي لب لب أي لبعين أي أي لبعين يوم كاس سأصنع حين وقدر ليس كذا ما لي في مرقب أولي يا رحمة الله عليه فأمامك عليه هرت على وحى علي أيها طالب أمور أهمه لابد من مراعاتها إن إلى لسه أين جمع متعته أهم إلى برأسه لابد من مراعاتها التقيد بها حتى لا تذبذب في طلبك سي آدم كان عند الأردنس آدم مات أصابته أهلها ولا إعلاسها الناس ماتوا الأردنس لو أهلها ذي العلم في كل فن تطلبه فنك سوى الدلبيس فنك سوى فهمت علمي كبيرا هل نغط علم مادي أما هل نغط مات علم الشرعي هم وضعه أهلها ولا أهلها ولا أهلها سأتعرف تدرم معه ما دونك كبه ليستي وقال فهم بأردنس لو كارمه في ريان ترمي وهذا مرمى أولا كالكوالي وحويا وحفظ مختصر فيه إن الحفظ ست مختصر كتاب لسوق جابي فيه فنقا آت براني ست وأنا أرأس شيء من مختصرات كتبت الهدار كل فن مختصر دوليه كتاب معني سوء اللفت يسوء يليها ومعت المعني سوءيه أي الواق اللي فيه حفظ باله يا مك حفظ هو مهم يا ما أنت قاله أما من هاي ترى القلبات وحيلا أي أدوة شكتان أو نبكى أوجي ويا حفظ جيل التورين حفظ جيل نادب وأنا مسألة خطرة أساس حفظ هو مهم هذا ما تكلم هو عادي مفك أي كمدة حتى ما حشوا صنع يروحوا يسوي بسبب مرة وقتها لأنه مسألة حفظ إلى رب العالمين كمرك حفظ جيش مروح حفظنا يوم وحويا أبا مرك وترب وتدريب ما أنت ضاد هذا الصفحات حفظه نفط هذا بردين وقص واحد واحد يذكر هذا صفحة وصفحة وسيكون عيا حفظ هذا كدش لكن حفظ هذا كدش ودينا مرك ما أنت حويا فهمك صح حويا حبه على صاري ما أنت فهمك فهمك صح لكن حفظ ولفت بسوا وحويا مهم هذه الداتوين كأنك خرب مات مات دقاتيرت يورب جاهلين بيسوا بحاجة هل داو مش كي يقام مات هل داو يقام مات هذه أي العرب مارت كارفة كون كأهو نل لو أي داتوين كخرب مات هدو كلا نين داو أقول كرب مات مش كي يقام بينما رجي غري داو كنا مش كحد قوي دوشة مش كي يقام هم بعدين دينو مات تعطوك فيروج
أما ما قبوت من قبل علوم ما بدي مثلا حاجة برنامجية أم بقول لك الله يسيها أي مال تذكر حكي يقول ما بكتي ده فاز ببعض ولا بأي أمر ظروف على الاعتماد ما كان أول شيء ذي حفظ بمين علم الشرعية وصل كربية قف القرآن كحفظ السنة داعم ولا مكره حقيقة مكرمة ورا قرآن السنة وحول مطلع مكره وأنا قف حفظ ما دل بدي حفظ القرآن معي لكن أساس كده علم بابا ما كنت بيرفن كيس وراي أنا حفظه ما شيء مهم حفظه بمين دور بولية فهم القرآن كسر الدرجة يا سو نشيء قاعد فهمته وحفظه يقول برنامج وأولا مختصر كا باللغة يعني كتاب باللغة حفظ المختصر الكتاب باللغة حتى من العلماء كانوا تصارت سوق عربي نحو قراءة جلود وقراءة مختصرة كيف في عالم أمارة باللغة وعلماء كتب بيقولون حفظ أنت كرونا جزء لنا زلوت صار فما كل شيء الكتاب فرنا كدور عربي لبعض عندك والله حفظ دي أنت لبعضنا وضبط دي ويا ضبطه ضبط محاوله وفهمه وكذا كذا تمام إنا تفهمتِ، حفظ الإفهام على البرمة، بقى ضبط قاطم حكوية ضبط، ضبط ألفاظه، ضبط معانيه، ضبط مراميه، ضبط مقاصده، يعني أنا ضبط وحويا فهم كانوا عايش اللي قد تسويه، إنا تقرأ كرئيسه، يعني حفظ اللفظ ديسا، فهم كرئيسه كذي ديسا، ضبط المحاكمين وحي ديارات قوة، وحي كتوسن باهن، وحي شغل كيسة، وحي مقارنة معانيسة، إنا صفع الضبط دي فهمني أسكتيد ما تنقص ضبط لما سوق لنا هذا التراتيد يعني من حيث الفهم حاجة فهمك مرق أنا خد ضبط ديده وقوش الحوك فهم سيء على شيخ الشيخ بوشيسة شيخ خاص ومدخل المدسوق أعمال عليه معه معلم علمي ما تجمع معلم في عاد معلم في عاد إيش هو رب على عزنا ما خلص لكن مد أنا قرأ تقولي ما هو بسيء ولا تصبر هذوك سوى عليه هذوك فايد بس ما كان متقن مؤلمها ولما نقول على متقن كريم ما كافتونه يصير هذا وسط المعامل الأمانة المطرية إدخال وأمانة ما هي العلم جوا أود أود نحبها تأمان سأمان الوجود بهم إن خير من استأجرت القوي الأمين وأقوي ما تبي له كلام علم أبوها فصوش قرآن صار قلت المعامل دي قوة عند العرش المكين المضاع ثم أمين قوة بدنية قوة عقلية هي أمانة وجود بيانة ولا سلطة معناته مقوى أساسية معناته منه آمن أيها أبهود دين أيها حلم يسيس وجود بنية وأنه الله بعض سمعته علا أكبر وأكتقى على تكتابك حتى الله ما هي سنصمها الحفظ والفهم الله سبحانه وتعالى ورباء أساس علمك سوا مختصر على التقاليد فهمتي سدحات عدم الاشتغال بالمطورات حال الوقت هذا يقال اسكون مشغولين كتب تبع دار بوين عدم الاشتغال اذا اكون مشغولين بالمطورات كل دا داري كتب شرح الى ضروري هي تفارع هي كل اصل هو بوين بيقولني واقول له منين لانه اساس بيقول لي ست مركب المطورات هيكون مشغولين نرى المرة المسألة شو حكى وقال شرح يركب وقبل يهضو فتح الباري يبدأ على الهلاك وانت بدون سكوت هو سكوت باشي برام هو وافضه كتبك يبحوي أساس كفيق المتقانة مركز صلى الله كتاب روط روط الطالبين إمام النووي بأمارت أيام دار على يا إيو مارت مهذب شرح مهذب وقال مركز واسح معه وين غفل مارت كتب يرح كتب يركب قبل الله أي قاسبه بعد درجة مشهورة نوشي ده صار درجة شوية كده دول نوشي كده بقاعد سوهم مشهورين كواسي ترى دواش كبر تأبود كي يلبس عدم الاشتغالين على سوهم مشهورين بالمطورات كتبها الإدارية هي وتفاريق المصنفات كتب ترى صنفي كل واحد وده ما ترى لا فرعية ولا كراسة صارى كراسة دقي مسائلش هذا ما ترى كتب لا تفرع المسائل كتب تبع المسائلش فروع وصبايزها طب مسألة القاعدة أنت أسوأ مارت هاي الصفحات أنت أسوأ تجيبه مع سؤالونه أو فروع ذا الكوشة هي مكتاس بقول كذا تفاريق المصنفات صبرا وأرجع تفاريق وأسمعنا وعلى ولا شيء كان تفاريق ما كان يبينا يا أم جملة جملة هي تفاريق تفاريق ضوء على كلام بيقول وين كلام سهل
كان هي كان هي كان فوسه مجرد بل كتب على كتاب بس إيش يا تفاريق بس أنا شو كان تورتو مارت ده رئيس هذا الكو مارت بل وين بخصوص رئيس قال أصلا بكرة كتب تاسع هي ده حكي مارت بكرة عدم اشتغال بالمطورات وتفاريق المصنفات كتب على صنف على ده حكي وقرب لكن وقبل الضبط انت كوبين يولد ادخال سلطانك لأسله فانكس أثر كيس لا تزوج أما كتابك أثر كيس مركو رورت أساس كعديك كبعد بعد حار بيزان سو ما ليه لادو أثبت العرش ثم نقش مكان ابتدى لك مات عرش جا أما كرسي جا أضحى حرارتي أصلا مكرت يقول مكرت مكرت هاي وضع في الجين سو رجع لي مرك كبعد مرك أروح سو أساس الله يستر أساس كذا أروح سو كذا سيد دار أو بزار كذا سيد دار لكن أساس كي ولا ركوس ولا مرك قبل ضبط الأصل قبل الضبط وإدخال الأصل أصل مطور كتاب قاسم ومسألة الأبعاد ومسألة الحدوية الفهم الحفظ ثم الفهم ثم التقيد بالمختصرات كتب غير أساس قاسم من مدى أسئلة كتبها وين جديد سيد أفران لا تنتقل هكتبي هكبوري من مختصر يعني من كتاب مختصر كتاب لسوق جابيه إلى آخر إلى كتاب آخر كتاب له يقول قلت كاد هاي صوت عندك وصل لمن سألت كسر بحصل لكن هم بودلو ما أبغى بدها بالعب فن كان كبير كان سيف على مصر أدرى فن كان قال هم بودلو مك هذا كتاب كان طمانه في همينه مختصر كان هذا يسوع ميت كده موجود بالبودي صار العام لا تنتقل هالبودي أكتجد من كتاب مختصر كتاب الجامع إلى كتاب آخر ما تكلم أرضا قريب كمل مع عصا ما يقع وش لازم ما وأنا كنت صلنا ساعة سبعة عشر عام كلام زين ساعات وبا كتاب وليها ما نوم بروح وشيخ وليها ما نكتب بلا كتاب وكتر قام ما نكلم مع تصوح على من كنت تصوح على حاول أنا تأسف هاي كنت ناسا إنه صار سبعة وقف قص مروي كجيمة مقرر كلام يقول إذا يسقط كهدر ما رتاد طبعا يسقط يلا بابا قول كافر سنة صحيح لا ما صوري وزعمه وانا هرطب معه انت الموجود ترى قلت لك كورا عبتك عام نفس لك كورا ربو بسر يلا كور لي مركو عقو لي لا تنتقل من مختصر الى اخر بلا موجب ايضو اي سنتين وحبو قصبي بلا موجب وحبو اتبيو بو قصبي ايضو اي سنتين مركا كافر طالبين بقى عيكرا انو كتاب كان اسكتا في كتاب كان بلاهو صابو قصب كان كتاب شيقي بواي مثلا واخرنا قفي قام بواي وحويا مختصر بلاوي وهو أركمتك مارتي كيسي وهو أخري ما أحمدك رشيق قال مفتاة الله ومتنوعي وانا يكرا عنك أسوك عليك وانا حاجك كنت أياجت لكن أيضا ظروف كيني وبلا موجب أيضا أحدا كتبته فهذا من باب الضجر أردت أسواه وحكتونيسا إنا مارتي كحنا لي أما كبي يديدي أو على قاضي كريم بعلمي من باب الضجر ضجر بمعنى الغضب وحوية نيو كحنا قتان ويا هذا من باب الضجر على الكتاب يعني ويدل على قلة الصبر وقلة صبر العام في الكتاب ليس واقل الله سبحانه معه وصدق أفر وتصوية حفظ هذا أقول دلاش فهمت أقول دلال كتب تواوين بدونها بوصل كتب كارك كين كبي كين عند بلاغه صار سفي عن قبر شنات اقتناص الفوائد فإذوين كوانا قوة عصرتا اقتناص فوائد وكذا تغييد الفوائد وانا قلب كارك هاي سنتا ديك تتريم معه فإذوين كوانا وانا ملك قراتا هذا يجب أن يكون اختراس اختراس هو تصيد كأغارت قفوك أغارت ومطا أغارت أغارت سواء قصدها في ذلك لكن هذا العوج إذا فائدوك أغارت ما سيش أسلال هذا المزال فائدوك الوهوين مدر نزال ومن عندك ما ركز أكو سواء مرة ميس فائدوك أرواني دون مؤلف قدام وكي دون علماء قاركو فائدوك هسي أيضا مقر لي درس أروريا بكتبك ألفين مركعة بعد تسوق جيريا وما سيركا فرعيا أي كتب وأوين كقرآن مارت سيركم صورة هذا
مادوينك علمي جاه وسكول كي بقى جوتين وانا ما اتفرتها ملكون ودرسي معك سوا هذا هو تحكو سهل سوا يعرف ربنا تحكو سهل سوا ما انت امتحانك حويا قعدت بحسب قرات يعرف ربنا ايه ما انت ايه بوقوف ولا نسي علمنا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم اعتناس الفوائد قف في ايدوك الور ابو صلى الله عليه وسلم لحد أرد لحد ربع أنت هاي وجمع النفس للطلب والترقي والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطورات بسابلة موثقة محكمة ومثلا لحد منه يعني مثلا قصة الرغبة في الطلب قف إنه أبتيد أهلي عبر شر إنه نيته هاي أبتيد هذا أدو لو غصب هاي وارد كأب الله وآخر كتاب كأب الله شغل تديني ما حبكم قريب ما هي عويا مع ديتي حوله قرقبت بيك مع بان كما قبلك كما غصبك ما تروح على ما أنه آخر كتاب كأخر هذا هو نيت ما هي سادرت البنبار وراء أدو قد تدينها وعاد عيك رئيس المال قفت وين أساكر صوك وراء علمي وأنه مميّن وأميّن وحوياً وأنه نيته هيا قف الله مساج وأخبرته من نيته هيا لكم ما أكملت كلاهي أنا مسألة مين مروية وفي اختيار تدور شيء اسمها أيّن بركاته حكو يروى جمع النفس نفتا لإلى كل مسيد للطلب يدربتان كعلمي يدربتان كيس إيوى الترقي فورتان كفيه أي في الطلب أنا أذكره سعودت يعني ترقي فيه أنا أذكره سعودت دار العريض دربتان كيس يا والاهتمام مهمة الناس اللي عبر شرط يا والتحرر الجبشو إلى الجبنيسو للتحصيل للتحصيل العلمي علمي جماعتي أروس الشديس يهرتانكس إلى الجبنيسو يا والبلوغ الجارتانك أتمعتي إلى الجارتي لا تعشان إلى ما فوقه وإكسر رأي حتى تفيض إلى التسعتي إلى الكتب المطورات كتب طبرا ديري بصابرة وضوء موثقة الإمارة لوك الأصغي موثقة محكمة وين وضع لك حقله بارت سؤال إنها تسعد حلقة ربع أنا علمي لما أنين ويس تشكي سعاد قادم وهي كاتك لما أنت أتكي أبنى أتكي أبنى أتكي أبنى مقررس أدبك كلا لكل تركد يا أتلا أبنى مقررس علمي لبرنا هي صف قراءتها هي أبنى مركز الدولية إن الوضاس مركز قادم دير مركز الوضاس حوات أكتا سارسة إلى أبنى بسرنك الكارس المشروع صار كمان نية إنسان الله، واقف سوق كذا كذا، بس إيش علمي أو قوة كذا كذا ما كذا أقول، لكن ما أخذ ضربة وهي متت، وصلنا هجرة، بس إيش قوة كذا، ومتت، قوة هذا سمعنا دم بحوي وفرطة، ده هو مثال بوما ألف كم بزاي ما بقول إنه رقم متدين أم متدين، بس إيش قوة كذا، تبغى تكون فاهم وهاي، كبعد إنه هذا ده قام برضه بس إيش، لأنه اسمه ديب. لكن هذا سيدي في الأول قرب قرب وسبب قرب قرب باك أب سبي سبب قرب عرض مشكلة تقولي على غيرها أنا نية لي أنا نية يدلال اسمه دراته من غض مهم هو علم الحديث وجمع النفس للطلب وجمع النفس للتربي فيه وأنا النفط على الرساء ونقول عليك يا جرتا إن الطلب تدور علم هذا الكيس ضرب كل يوم إن ضرب مرتين روس عتيد مرة ترقي فيه ترقي وعوي كوريتاك كما ترقي السلم درجوين بفضل هذا الزمن وانا كل صحة تدوية وعلى غير ربا بك انا هو الاهتمام لنا شيء مهمة سينسي والتحرك ببشر للتحصيل العلمي جماعتي هيريتاك طلبتاك هي والبلوغ وللبلوغ الجارتاك ادو الجبانيسي الى ما فوقه وحكاسر ريما شكرا اذا كانت العالي رضي كل صحة حتى تفيض حتى تصير الوية فاض الماء ثم عفيض من حيث افاض الناس حتى تفيض الى اتسعون يسيدو الى المطورات الى كتب المطورات بوجهه كتب العاده الى اسس عون يسيد بصابره اصابره هي طريقه الطرق هي ضرب ضرب وضرب بعهم الى لا لا ما ارتهي ودوك القارئ هو حال الى لا تدكم مران وضرب وضرب بطله اما ما ارتهي لا هرب وطالب اصابره وضرب تدكم قارئ عادي او لو مرمنان على قبل نكتب ورينا صور مرة إما حوالين قضاح تكتب المدة إلى عند دكتور صور مرة دكتور صور مرة دكتور صور مرة بكرة دكتور حوالين وضوح حوالين وضوح حوالين قرن ساعة
وضو ما تفرن وهاو لسعوده ومو سعو كلا المناسبة مرقا وضو علماء مضاقا مرتين قاعدة يركا ورسول المبقاء وعلماء وربما جدا علمي مرتين مرقا واحد هو وضوه كلمين برتدو الوضوه لفتو ذو قاعدة مكسام بلاد وصوم قعابية هذا هو حوص بطكب الله وصوم بسلاني وصوم بسلاني وصوم بسلاني وكعوضين بطقالسة وطالسة بطلمة كل بطيز الوضوه بالمناسبة بطلقة وعفايسة علمي لها موافعية المركبة سعونا سائر المطورات بسابلة وضوء يتقاريسة وضوء صور موثقة إلى الصغير وكالسوني هو المعنى وأصبرت الطريق وكثرت سابلتها وكقاضافة ربما بريدانا نعم وضوء على هم حسارسة وضوء مين له وكان تصلها يتقاريسة وكان رأي ابن العرب المالكي وهو هاي الشيخ ابن العرب المالكي رأيي شو هو أصبها هو عارف كذي خلاص تربيني الله يخلد الطالب أرض كل سقوط طالبين في التعليم برتاك خلا برأيي بين علمين لا علمين على سقوط طالبين هل علمي أو كافتر وأن يقدم إلى هرمري التعليم العربية عربي برجليس يوال والحساب والشعر تعليم الشعر شعر برجليس يوال حساب الحساب ثم ينتقل منه علم قاسي مارتي عربي كالقضاء عربي كالقضاء كبعد وقوره إلى القرآن القرآن ساسوا أرض كتير يعني في كل سبحة كل سنة مركور القضاء عربي كالقضاء سيء القرآن كالفهم وفي فردي ساس بعيد اللبع علمي رسك الدرب هل علمي أبود هل صار ونظرية كمدة نظريات كبيرة شر في فرد كمدة أفكار مدار مدار حكا سأل كسر دم دلاله مثل هكلاه كسر دلاله مثل هكلاه كسر دلاله اللغة العربية هم هرم مريقة أفكار القرآن كما دم عربي وياه مطالع يفهم سو القرآن فهم فكرة السوساس بين ما كان لازم عربي وزنتها أما أسيب هم وقت سواء تجربة سموت أما سير فكرة هو اجتهاد إذكى كنت أقول هرم ناس أو قلب لابس يعني نسمع وأن تجربة من عدم كأي مرن يخبرك وذكر مرن من عرب سؤال كي ما علماء وجرا مساء إيش أذكر لبرا إياه حد يجرا راس لبرا إياه ملا بلا سكون ترى كرا مسند حال سكون ترى كرا حرمت هاي ظروف تاي أفكار مستحيل يو عمره كي مشهور كي لا بابا دور كهيرا على قرآن ما ديك شراء الله خير سديه سو قرآن كنا ديك يوم يصير ترى أرضه بحد أبو درتا وأنا في عنده حتى تقول في غرفة في عنده مكوار مكوار كان يفزي نفسه يجيب بقولي هذا لكن حساب أنت أصلاً ما هذا مدرج محب ما عرفت كلامي هذا لكن لو صار مصدق حساب قرآن عرفنا إيه هم هل صار قرآن عرفنا إيه هذا بعكر لو مدرج بير قرآن بيت كبعد إن ما تمدوك الوضع لا في هذا في عمي زميلي مرقى ساس بعدك بصوت نصوت بر القرآن كم حقوق لساري أنت قرآن عرفتني أي روح إنه مدرج روح العقيدة العوام يعني كم مدرج يعني عقيدة أشاعرات عقيدة العوام وقبيلة مرول قبل حوار ما قيل ما رتين شعركي شعركو دوا نقم بولي وسبعة أيام وورس بولي نفط وتعش معنا بوارك ونص قوي أنا ما رت بوزين هذي تقول عيني لا بعشر منكم ما بقول تشوفير بس كتشوفير ما بقول مش كلها كنا صار ماشوا نوتشوفير مرقوا إن ويتشر تقول ما دلو كم مشغول ناس ما دوين كذا ده كم مشغول ناس هو أنا ما رت ما تقدر وفكر معرفة ما دليل يقول كسر بقى وفكر معرفة عارف كذا كمل عارفياش تربية وتربى طيب معرفة شو أسوها وعلي شيء الله يخلق الطالب في التعليم بين علمين دبع علم وصص كتاري وأنا أقدم التعليم العربي عربي برشيديس يوال والشعر وتعليم الشعر أوكرانيا أنا على وضع عربي ويا يهوديس يعلم الحساب ثم ينتقل منه من الشعر والحساب إلى القرآن كقرآن بعد يقول لكن تعقبه ابن خلدون إنه خلدون بعد كيف رد على سكان دبيت وفي رد حماة من العرب في النسوبير إنه خلدون بره لكن تعاقبه واحد دبر كاري إنه خلدون محكوم في مرض محكور دي في رد إنه خلدون القوام هاي بأن العوائد عاليك لا تساعد على هذا فكرة إنه عربي مساعدين ما تعرف هذا صح مع عبد الله كاس وأن المقدمة هو دراسة القرآن الكريم وحائل هرم مريئته حفظي القرآن وأنا هرم مريئ وهو دراسة صحيفة وكذا
لأن الحكم عليه مرك، لأن الولد علمه ما دام في الحجر، ما دام يلين وجرع كنور يين سكان جارهين ينقاد للحكم حكم وأهو كان سبيا حبال بركة. فإذا تجاوز البلوغ كان جاره طاف صعب شبهه قصب كيس وأركان يبلس مرجع اللي بيو القرآن كذا بركة وحمقلة هذا قوي يكون مشغول مقلي يعرف وحوي المكوب يضرب وحوي حبال بركة مرك أنتوا يلي يا مرك ولا القرآن ولا ما لا تزول ليه بقول هذا هو أصل تبعت العشق أنا مرك القرآن حفظ حتى ولا وصل فهمين لكن ده حفظه وحوي ولا بركة لا معنيش وسأل أنا كلام تزول مرك وما أعطي إنه خذونه لي أو لي ما هذا كم فهم تزام جماعة لكن تعتبره إنه خذون بأن العوائد عوائد معادة عادوك لا تساعد على هذا هذا كلام ما ساعديه وأنا المقدمة مثل هرم رأني هو دراسة القرآن الكريم قرآن في دراسة ديسة هو حفظه وحفظ ديس لأن الولد أدوه ما دام في الحجر في الحجر السقر تيريهين وكوشرا الحجر يقول يكونوا ليهين ينقادوا الحكم حنك ووهك سمية وحي لاضر ومسلمين فيتجاوز البلوغ قال كانت أضاف صعبة جبره قصر كيسة أتكار هي يصلاح ديس مركز ديبا مارت القرآن كله هرم رأني الشعر حتى عربي أو قرام هي عربي كان قرام هي حتى بوك أنا جابي حساب نفتي على قرب من الواقع هذا هو من آخر أشياء أشياء غريبة وياه حتى لو هذا عربي صح لو هذا عربي فما قرب ما في حساب يشعر على قرب من أنا شيء ما أعرف وأما الخلط في 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 العلم لا بعلم وأما الخلط أسكت حدرتان ك أو شيء ما قرب حساب وأما الخلط أسكت حدرتان ك في التعليم بين علمين لا علم لا سقطرة ممكن لبرايو يف أكثر واحد كبرا فهذا يختلف باختلاف المتعلمين فهذا يختلف قصوى اختلاف هي باختلاف المتعلمين أبو عبرنا يختلف كوده في الفهم من حاجة كرشرة يوم نشاط في فروع كاكي إيه فراغ وقت لو هاي قفل هاي كعرانة مقرنزة مين مضوع حتى أنا قفت لقاب بعدين وحوصل قادي كده إنا لقيت سيب دارس تقارب مصاري ذوق أمير ما بعطيك إيش المال ما مستوي أبويا تعرف صح من لقمة كرز ها أي واحد من ذا مرقد تعصب أنا لقمة الله جوه دي هل لو سوق ضرب ما أدري سنع ما أدري أفر ما أدري أنت ما أعرف أفكو وأختي يسوق حرين سعره غيره يكون رد هذا لكن إن ما طلع على دي أو أزهر وصير ما أبارك وكذا أجيب وين ها وماذا ما طلع يسوق ها وكم وين أنا لقمة اللي هو ليه بأمين وكان أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي ما هو ربنا كم سيما حوالك حي سيما كان وقود أعلان ما هي علماء قد ترى كتبت أنا هذا أخذ الدوام كتبتي يوم أقول قليا سير روك الهرب من أي لكن كتبت أنا علماء الواقع تقانيني واسكر مرينا صفحة لنا دو أول ما نروح لما تردو سير روك الهرب من أشياء الفقه علم الحديث علم النحوها كتبت يوم سير روك الهرب من كتبت أشياء هذا مبتديه مختصرات كتب ما شيء سير وقتي وما تكسر أو حيلة هاي كتب يقرأها مريعة لكن ما أعرف بيأدي أو شيء كل مريعة أي شيء يا سيدي يقرأها مريعة مع المركوت فعلم بس العذاب العلم ذا وكان من أهل العلم أهل العلم يروح أكمل هاي من يدرس الفقه الحنبلي أنا راح أكمل هاي شيء ما أبغى أكملها يدرس الفقه الحنبلي فقه الحنبلي يعني أذكره برجلي في زاد المستقنع كتاب الزاد المستقنعة أيوة للمبتدئين قبل أوضاع أرضو جروب قبل أوضاع فقه يعني كسر قبل أوضاع أنا وفقه معه قبل أوضاع سفينة صلاة قبل أوضاع فزعمة سفينة صلاة أيوة وهو يا قبل أوضاع أيوة أبو شجاع كبعد بشاس وضاع وكتاب المقنع أيا لك سوق جامي كتاب ممكن جامو بيه مرقى مرقى وكسر قدبه زاد كأوف كسر قدبه وحلو عشنا يا ور المقنعة لمن بعدهم كتاب المقنعة وآخرت لمن بعدهم عدا كذا بيسا محاسب طلاب كتاب المقنعة وعلى الخلاف المذهبي خلاف المذهب كان براي أرجع مرقى هري كتب كورولا براي وإنه صار هاي خلاف
لأن مسألة بكون كذا إذا بتجلس وحالي دي وحالي دي خلاف العلماء ده بخصوص ما يستوي ما بروين ويا بدر بقول لك صح يعني خلاف هو أساس في الموضوع ما كذا كذا وأنا مسألة قاسية ده مسألة عمق الوصاة ترى عمق الوصاة يلا برايي بقى فما بتدي أنت خلاف ما تجري ما هو صاقعه وحال برايي خلاف المذهب ما بعرف إذا خلاف كذا حياة وأدرجنا الأوقات خلاف المذهب العيسى الأربعة ترى جلسة الحياة وحوية وحيمانة خلاف المذاهب يلا برايا كتابك هذا الإيمان مذاهب الأكتوب خلاف كل كل حياة دي لدو دي سيادة دي لدو وكلا هكذا مرمو سيدة حتى رجل وضع يعني كتاب كوات خلاف مراحل كتابك لو خلاف وداخلية مذهب العيسى كتابك سيدة حياة وخلاف عالمية وبعد مذاهب وضع ما ندوح فكا سيدة حياة دراجون بي وكلا كحين كده بدوك معك وكلا صدف في جنة هذا المعلم مقا وعقلية وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين وذكر بلوغة واختصار المقنع على سودابي ثم بين والمقنع لمن بعد بعيدة كتب بيسا وللخلاف المذهبي سلوى برا خلاف المذهبي والله قول يا رب الوعي يا مقرنسة أيوك هذا ثم المغني تبدأ المغني وادرتني وقيمت سدحة الأرض ولا يبقى سدحة وقرأ سدحة وقرأ سدحة ثم مغني بيؤدي الاجرة للخلاف العالي خلاف مصرعي خلاف العالي وجد خلاف بين المذاهب الاخرى مرقى النوع عاصر الاخرى طيب اجرة مرقى الدوحة حسنا منهج كل محويا ومبتدئين متوسطين يعني منتهين سنة عاصر الله وضب الله وضب سلحك عاصر وكالدول وضب الله وضب الاحاضة وهو وضبته ومرقى الحرمومة المضوج كالجارية سنة عاصر الله وضب المرقى ايو قيب اجرة مركز وحويري ولا يسمح الله ما أقرانا أيه بالطبقة الأولى طبقة هوسة أن تجلس إن لا فرصته في الدرس الثانية الطبقة الرابعة إن لا فرصته دي بعد كده صماها وعود كده ولا يسمح للطبقة الثانية أن تجلس مع الطبقة الثالثة عود كده مش من البعيد كده الطبقة الرابعة لا فرصة ما يسوى طبقة الثالثة عدوا المقاس وطبقوا ليها جروكيز هاي لي نكمل لوجا هذا من الحاجات اللي طرفها يستوى وقوة ليه وأنا بقولها لهم تلاقيه وهكذا أساس أي قوة تلينه دفع عن التشويش أبدا أيه وكائن أنا هي ما أرتجش وحياة عايز يو ما أرتج تشويش كأنه كائن أنا هي سو صن قفوا ده بقي معي وصلاة ما كنا كريم وعلى روح الأوقات أن ذكر المختصرات وتطلع سودة بشيرتان كذا فرم مطورات وتطلع دار الأشياء وكل دار التي تتاسو يؤسس ويقدس عليها دوش الى طلب علم طلبه والتلقي لدى المشايخ مشايخ لدى كل كذا ابتدى تختلف غالبا سبب واستلافيهم من قطر بلد الى قطر اخر يعني بلد الكلام باختلاف المذاهب سي مذاهب استلافيه اختلاف كل سي من قطر الى قطر من غفقه كل سي قطر بيسا اختلاف المذاهب يوما نشا عليه العلماء ذلك القطر يوما نشا وحيكون تربيوبين عليه دوش العلماء ذلك القطر ديجان كسكري مديسو ومن ادخال هذا المختصر كتاب غير كان على الحذيه او الصغر يوا التمرس فيه اسئله كنت يبان كنت تدريبا وما في كله اللي استمع له وما اللي ضدك دون غير كتاب كلاس كريس يعني كتاب كان الرب والله اللي كتاب الرب والله اللي كانت هي ديانا دي كانت والحال هنا ماشتا تختلف واسكراسونتا من طالب الى اخر ارضى ارضى كلام الجوي هناك تقول هو باختلاف القرائح يعني حكى قريح حرى حكى الضبيعة دي سروا أبو ري قريحة وهو قريحة مثلا طبيعته التي تجبل عليها وياه هي والفهم فهمك هي قوة الاستعداد وديار قروق أبوديس هي وضعفة عند الرئيس هي وبرودة الذهن المسكح دي سرقبه غير هي وتوقود يهول عيسى نعم هي كثرة المشاكل وقلة تانا قطع مشغول كيس إمارة مسمى ياليس حاسك أنك لأي حاسك أنك لأي سمي المعام لما تشغل يسوي أنا شغل يجب كل المعام أحوال مركا أنتوا قالوا كلامه بالله قلنا يا مات قال قلنا سيد نسبة الدوين قرائح شبه قرائح هوية فهم وفهم قوة الاستعداد وضعفي برودة الذين مسك حدا قبوا يحوج يحوج كذا عقل بدي عقل قام الحفظ بدي الحفظ قام وقد كان الطلب علمي قد نبتاج سبوح وها في قدرة الديجان كان بعد مرحلة الكتاتيب يعني الدوكسي دبديت نعم مرحلة الكتاتيب هوية مرحلة الدوكسي يمر عرض دبديت يا والاخر بحفظ القران القران كحفظ جيس الدبديت يمر مرتين بمراحل ثلاثه سدح درجه اي مرتين وقف صاحب القران يعني هو سدح راس بال اي هذا ودسنا هي
يمر بمراحل ثلاثة لدى المشايخ. دروس وحول بمراحل ثلاثة لدى المشايخ. مشايخ تود وحول قاعدة وحولها في دروس المساجد. المساجد دروس سدح وحول مراحل برعاية. مرحلة الأول والمبتدئين أذكر بالأول. ثم المتوسطين أذكر الحادقة. ثم المتمكنين كوا بسلاوي أو دريما. سدح كلاس صار سكون حتى لين بعاجل. في الوقت المتر هذا المبتدئ كتب في سبعات كتب تعصب هو امتحان ولا صوف في ريال كصوبة اوكي حب باسا متوسط القلاء متوسط انت بأرحاتك اي انا كتب بيلي كتب تعصب هو تربيني مره كم قوات لا تكسر نوع كصوبة حوية نوع القلاء يا المتمكن انت نبدأ وعود يقلاء سد حاسة ما حاول الله صور ما هي تبقى ما هي تعليم كسير بالواقع يبنتي لين علم مدى ورأس اصبه مارت اي وقع يبنتي لين نوع يلي مارت ورأس اصبه مثلا ممكن حكوش يا متونتي ففي التوحيد توحيدكم على رب الله بيجرى ثلاثة أصول وأدلتها أي على رب الله بيجرى توحيدك أصول ثلاثة يا ولد قواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم دبي كتاب التوحيد أربعتها أفرتون للشيخ محمد بن عبد الوهاب أسكر رحمه الله تعالى هذا في توحيد العبادة لما أنت ما شاء الله توحيد العبادة حق عبادة توحيد كدوين أنت أصبح أول وبدر توحيد وحكوها على مركة توحيد العبادة مثلا شيء توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الأسماء والصفات وحال الوضع زنجرة العقيدة الواسطية ثم الحموية وتدمرية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أي الله بيك جزيد حديد المدرسة فالطحاوية مع شرعها ابن عزي هي أتاس مدرسة حق أسنا ما أعرف أتاس بالوضع يجرم وفي النحو نحو حقي سبحانه رب الله بجاء أجرمية ثم ملحة الإعراب للحريري ثم قتل ندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل شرح ابن عقيل ليها حاجة نحوها نمرت انت اصلا من هتكي تساس بوحا وفي الحديث حديث كان 40 النووي ثم عمدة الأحكام للمقدسي ثم بروق المرام بن حجر والمنتقى للمجد ابن تيمية منتقى وحويه كتاب بن الأضار أو شرحيه إياه رحمه الله تعالى فالدخول كبعد نواة قليتانك في قراءة الأمات ست أمات يا أمهات وأسمي وغد عربي في أمات للمشي يا أمهات وأسمي دوين وعلى لغة دوين ثم فالدخول دي بدأ قريتانك في قراءة الأمات يعني أمهات كأسد الإعداء إلا القرية وغيرها وحنهين تبعدها يعني قريت الأمات أمهات وست بخارج المسلم كي ترمي إساء أصحاب سمع يا أمهات قرأت وحلو أخنا يا أي أمات جرم دي بارة سبانية وكنت أرش عمر أفق يا أساس كيسو فهمه أيوة هو أنت نفر استوحنا يا با حجر حفظ حجر يسوي كذا وكذا سعادات عدل وحربية وسيد أحمد ما يقول مين توفر استوحنا لأنه أساس كيسي بين مات سوبر برتين كأساس بالو آخر ترى مات شيء من القرب الدنيا معانتي أمهاته ستة ووفر استوحنا أرس وآخر يوم صدع صفحات بخار بقارنا صدع صفحات مسلم صدع ترمذ صدع أبو داود صدع مقرأة النساء شدوا بوحده أيها رباس مروا كل منها وسيدة أسكو فران أرد مات فارك أشيب بقارة دي تسمعنا هو شيء غفر أيها بخار يصف صدع فرم نعب ببالا أخرين فرم مسلم صدع لك أنت بترمي دي بداوز إذا ساسوا الأوضاء لو أفر سوى ما يوم ماتك أيها صحيحيك ولا ما يوم ماتك ولا سكوبة ولا ما يوم ماتك سوى أنت أيها ميتك صحيحيك ورجل لكن هدوس كاب بس العربية ها. الأمات ستة وقرا الأمات ستة. ستة يقرا. ما هي ستة وهي ليه ده؟ الست تي ليه ده؟ وأمات ستة وكذا. مثلا وغيرها. ففي مصطلح الحديث كان نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراق. رحمه الله تعالى وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة حنبلي حنا بلدي أبو سفر صار قبل ما آداب المشي إلى الصلاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم زاد المستنقع للحجاوي رحمه الله تعالى أو عمدة الفقه وكتاب صلى مختصر ثم المقنع للخلاف المذهبي والمقني للخلاف العالي وأنصاش الخلاف المذهبي يخلاف العالي وثلاثتها سد حدودنا لابن قدامة أسكر رحمه الله تعالى وفي أصول فقه محب لابتنا ورقات للجويني ثم روضة الناظر لابن قدامة
مشهد حضر وعلى كوتش لقف سبوين لأن الله كتاب الإسلام ما أعطي أدب أكل في الجنة ما أعطي. وفي الفرائد فرائد كالرحبية الرحبية لا قلت لها وثم مع شروحها دي بدأنا شروح دي يوال فوائد الجالية وشيخ ابن باز. وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لكن حق المقويات وفائده كثيره كسوره اصوله ويا اثر تفسير اثر. وفي الاصول التفسير المقدمه لشيخ الاسلام ابن تيميه ما اعطي حق حب ما اعطي انا اعطي اني حق حب حبيبتي. وفي السيره النبويه مختصرها مختصر السيره النبويه ابن شهر مكسور قالوا شيخ محمد بن عبد الوهاب واصلا ابن شهر بعسكري. وفي زاد المعاد ابن القيم رحمه الله تعالى لكن فقه التاريخ ما سوت جدا وجي لما راح سيرة كتاب سيرة. وفي لسان العرب لسان العرب كتاب وين وين أنا ترد الأسر من يوم ما هن مات ولا ما كان جارك رأي العناية تبع. وفي لسان العرب العناية تبع أشعارها خلاص ما تقول طيب يوم والعناية العناية بأشعارها أمهر في كذب في لسان عرب وكذا لسان عرب هو كتاب كتب المات المعجم كع نعم ممكن لسان عرب على وجه إذا العناية هو العناية المهمة للصيغ بأشعارها أشعار عربك عربتك وكل معلقات السبعية معلقات تتوضع يوقرات في قاموس اللي فيروز أبادي قاموس كتاب كذا كان يدوين أولي قاموس كان معطاه قوية لولاي أصير في زمان بقى أقول كان يدوين فيروز أبادي وهكذا أيام معرضة وهي الترتيب في مراحل الطلبي أيوة هاي ديجان كودي وهكذا أساس مرموس عنشري من مراحل الطلبي من حضارة طلبتانك في الفنون الفنيات وكان وحي أهيين مع ذلك أيوة أنت هاي شرطه يأخذونك وقع طائع أهيين بجرد المدورات كتب تواوين الأدار وعلى طرف الترايو شرد يقول على وجهه تك صلى الله عليه وسلم يلا يا ما تلقى طورة هي مكاسر لصوب قابل لصوب خلاص ترايو مثل تاريخ ابن جرير الطبري وابن كثير تاريخ ابن كثير وتفسيريهما لما تفسير الواوي ويركزون وحب سارة على كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى يو على كتب أئمة الدعوة الذي عمل الدين تدويه ترايو وفتاويه مثل شيخ محمد التعبديسي وكلام كذا لا سيما ما كنا سيما تكتب محرراتهم حياة القرآن في الاعتقاد حق عقيدة كتاب الدرر الرسلانية وبيع تونك مجلد سؤال لي وكان وهكذا أساس أي كانت الأوقات وتنوعها هاي عامرة من كو عامرون لقب في الطلب علم دربتانك وفي مجالس العلم وقراء علمية فكانت تبدأ وحي باللابان ترتب مجالس هذه بعد صلاة الفجر صلاة الصبح كبعد باللابان ترتب منتهية ارتفاع الضحى بقالوا لك كرم وتقرا القرآن بقالي كما قرا على لك الآذي أي ما تفتح سبب سلم كذا أنت لصوب الله وصلاة الصبح كبعد أي ما تقول بقولي يا لوين كذا إلى بقالوا ما يقالي ثم تكون القيلولة حوايل ولا تدود سياسي عشرة حوايل بلا نصيحة يا مرت بقاس الحديث بسؤال رأقير وفي أن شهادين الله تبين شهادين مصيح أنا حوايل إنها تدود سيد على وجه القيلولة على دور كور حوايل مرت إلى نهز جيس وأبد في عندها عفوا قبيلة ثم تكون قيلولة قبيلة صلاة الظهر ظهر كهر حضير النسيح ومارت وفي عقاب جميع صلوات الخمس صلاتها شمت الدبلين لما تعقد دروس درسيان بالقبان جبل صلاة الصبر وفي عقاب يعني عقاب جميع صلوات الخمس شمت صلاة القياش لما تعقد دروس درسيان بالقبان أي وكان وحي أهل العلماء في أدب جم آداب أدوي جم يعني كبير وتقدير الاحترام قال بقرق وكلا الاحترام هي بعزة النفس النفط وشرف إلى أبو إلى دمارته قيمه يشرف إلى هاي بعزة النفس نفط ودمارته مع عزة النفس وكذا من الطرفين بعزة النفس من الطرفين من أدبهم وعزهم وكذا غضب العرب من الطرفين غضب العرب مات حاجة سقدر التانك هي حاجة عزة نفسي لبعض نعبة أدب كودة يعز كودبة لبعض نعبة صائرين أي وصعنا على منهج السلف الصالح وذي علماء السلف الصالح يوصعنا هي علماء الصحابة تابعين بدوده على منهج السلف الصالح ولذلك سيد ولذلك سيد نرتيلا ما دام أخلاق سي أدب تزيد ذلك أي أتركوا جارين أتركوا بمعنى ناطق شوية
في العلم حق علمي جم كبي غفير افر بربار بصلاته وعلمنا غير جم عدد غفير والحمد لله رب العالمين الى ما مات اسكت سبحانه وتعالى فكان وضع سوى منهج كي لو تربيه ما دام ضغطي قاضي منهج كاس وحي قال ماشي لو تلقى ان بدل علماء ايا كعشري اد فر بدل وعكاية لانه وضع لو تربيه وحتى وظهر الله مرح اذن بالله بيس الغرابة على صوت التربيه معك فكذا لم تتبع كل وضعي قاعد مكان ربنا بسلاك ديك البناء كان يقول وغيكي سهل تعالوا سمع الله وزيادة فرنك وشوف صلى الله عليه وسلم.